اكتر مستين في محمد هو على المستوى الشخصي هو بني ادم محترم جدا، يعني بني ادم بيحترم نفسه جدا في شغله، مواعيده مظبوطه جدا فوق ما اي حد يتخيل. احنا اخترنا محمد عدويه من وسط مجموعه اصوات كتيره قوي، وفي نفس الوقت الفكره اللي احنا ماشيين فيها مع محمد هي فكره مش صناعه نجم عشان نجم بس، لا صناعه نجم مختلف، نجم ما يكونش فيه زيه. Porque es una voz, Mohamed, es una voz muy bonita, very nice vocalist, y los giros melódicos, very difficult, y muy bonito, muy bonito haber trabajado, very to the heart, haber trabajado very, en esta producción. Very nice music. Un placer. هتسمعني الغنوة الجديدة؟ يلا بينا. ربنا يخليك يا حبيبي، استمتعت بيك جدا وهستمتع اكتر بالغنوة اللي هتسمعها. حبيبي ربنا يخليك. الله يخليك. ربنا يخليك. انا ضار
تحت عمرنا عليكي انا تايه لا العنوان انا حارس على بابك تصحي تلاقيني قدامك ده انا جنبك في كل مكان حلو يا محمد قوي حلو قوي حلو قوي والله حلو قوي بجد.